بلاد الشام في سوريا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بها بعد أن تطهر من طغيان ذلك القاضية يا الله. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ما اجتمعنا إلا لندعوك، ما اجتمعنا إلا خوفا من عقابك، ما اجتمعنا إلا طمعا في رحمتك. اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا فيضا من عندك. اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. اللهم تقبله منا. اللهم أجرنا عليه يا رب العالمين. اللهم أجرنا عليه يا الله. اللهم واجعله متقبلا. اللهم اجعله متقبلا. اللهم ما أتينا إلى هنا إلا طالبين عفوك وطالبين كرمك وطمعا في كرمك، طمعا في كرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لنا إخوة في بلاد الشام، لنا إخوة في بلاد الشام، اللهم إنهم مستضعفون، أنت أعلم بحالهم، أرأف بهم من أمهاتهم، أرأف بهم من أمهاتهم، أحن عليهم من أمهاتهم. اللهم أنزل عليهم رحماتك، اللهم أنزل عليهم رحماتك. اللهم لنا إخوة وأحبابا قضوا على يد طاغية، اللهم اقض على هذا الطاغية، اللهم اقض عليه، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم دمره بتدميره. اللهم صبر أهل الشهداء على شهدائهم. اللهم وارزقهم شفاعة أبنائهم فيهم يا رب العالمين. اللهم واجعل طريقنا على طريقهم. اللهم أمنا ما أنالوا. اللهم أمنا أجرهم. اللهم أمنا أجرهم يا أكرم الأكرمين. اللهم وسامحنا على تقصيرنا. اللهم سامحنا على تقصيرنا. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم. اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه، وهذا الجهد وعليك الثقلان. لمن تكل امرنا، لمن تكل امرنا الى امم قد تكالبت علينا، لمن تكل امرنا الى عدو قد حكمنا منذ عقود. إلى من تكل أمرنا يا رب العالمين. يا الله يا الله يا من لا يظلم بحكمه أحد، يا من قد حرم الظلم على نفسه مبتدئا، يا من حرم الظلم على نفسه مبتدئا. اللهم دمر من ظلمنا. اللهم وخذه أخذ عزيز. آمين. اللهم دمره ومن والاه. آمين. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. آمين. اللهم إن بشار الأسد قد طغى وتكبر اللهم إنه قد تكبر وتفجر علينا. آمين. اللهم ففجره في مكانه. آمين. اللهم أرنا فيه عجائب قدرته. آمين. اللهم أهمه. آمين. اللهم أهمه. آمين. اللهم لا تجعل له لطريق الهداية سبيلا. آمين. اللهم لا تجعل له لطريق الهداية سبيلا. آمين. اللهم ومن عاونه ومن ناصره فاجعلهم في قعر جهنم سوية يا رب العالمين. آمين. اللهم وأحرق وجهه كما أحرق شهداءنا. آمين. اللهم كما أحرق قلوب أمهات على أبنائه، فاحرق قلبه على أبنائه. آمين. اللهم ابتله في بصره. آمين. وفي يديه. آمين. وفي رجليه. آمين. وفي بصيرته. آمين. اللهم شل حركته. آمين. وأطل في عمره. آمين. اللهم أطل في عمره تحت الذل. آمين. يا رب يا رب مكننا من رقبته. آمين. مكننا من محاسبته. آمين. اللهم لا تجعل له سبيلا من خروج من سوريا. آمين. لا تجعل له سبيلا من خروج من سوريا. آمين. اللهم لا تجعل له سبيلا من هروب. آمين. اللهم من عاونه فعاوننا على إيذائه. آمين. اللهم خذه
أخذت فرعون فليكن تجبر، قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. اللهم خذه أنت عزيز مكتسب، اللهم خذه كما أخذت قارون، كما أخذت أبي بن خلف، كما أخذت أبا جهل وأبا لهب. هؤلاء هم أعداء إسلامنا، فانصر دينك يا من أنزلت دينك. اللهم إن دينك يحارب، اللهم إنا نجاهد في سبيلك بدعائنا لا نملك غيره يا سميت به نفسك أو أنزلته على أحد من خلقك أن تأخذ الطاغية بشار الأسد والأفار. آمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا من هو أرحم بأبنائنا من أمهاتهم، ارحم شهداءنا تقبلهم عندك، اجمعهم بنبيك، اسقهم من حوضه الشريف، كفرهم بنا، اجمعنا بهم هناك، اجمعنا بأهلهم في بلادنا، أرحنا إلى بلادنا سائلين الحالمين. اللهم تبقى في شمالنا في سوريا، يا رب.
وصلاتنا وصدقاتنا وزكاتنا يا الله يا ارحم الراحمين. استر اعراض لسائنا يا الله يا الله يا الله. اللهم فارنا فيهم يوما اسودا. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا يا رب العالمين. اللهم نريد ثارنا في الدنيا والاخره. اللهم اضعف قواهم وقومنا وزدنا قوه. اللهم اهد شبابنا في سوريا. اللهم اطلقهم بنورك. اللهم اطلقهم بمددك. جندا من جندك. جندا من جندك كما مددت نبيك بجنود لم يروها اصحابه. اللهم فامدد اهلنا بسوريا بجنود من عندك. اللهم امدده بجنود من عندك. قومهم شد على عزائمهم. اشفي مصابيهم. تقبل شهدائهم. صفر اهلهم. بارك لنا في دعائنا. عجل النصر يا ارحم الراحمين. تقبل عمرتنا. تقبل عمرتنا. اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل.